بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اجل شوف الكرم واجل شوف من يدعون الإسلام في غلبهم يكونوا معلش. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة دائما نصدقه فيما يقول ويفعل هو أسوته الحسنة. قال 72 فرقة من يدعون الإسلام في النار، تبقى واحدة هي الوفية لرسالة محمد سيدنا وقائدنا عليه الصلاة والسلام. نحن نواصل الحديث حسب ما جاء به الإسلام، لا نزيد ولا ننقص من الإسلام شيئا، لأن احنا أوفياء بآخر رسالة سماوية ثابتة، ورسالة الأخرى كلها شوهت بقصد خبيث من طرف صاينة وطرف الكنائس. يعني لا نؤمن أنهم موحدون، مستحيل. ربي قال في شأنهم ما جاء في آخر سورة الفاتحة أم القرآن: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت المغضوب عليك أنت الصهيوني، والضال أنت الكنسي. والدليل على كونهم ضالون كانوا يلعبوا أدوار شيطانية في الدير اللي موجودين فيه. يقول قائد قولي يا إناث اختاروا طريق الله، ويتمناوا أن يكونوا زوجات لسيدنا عيسى عليه السلام، وهذا كله باطل. شكون قالك طبيعة سيدنا عيسى حسب القرآن؟ هل هي طبيعة عادية أو هي طبيعة لا إرب لها في النساء؟ لكن بما أنه فما شكون دائما شوه علامات جاءت في الإنجيل الجوسبل، خذوا ما يصلح بهم دنيويا. وقلنا علاش دنيويا؟ شو لي عنده زينة خاصة به، عنده طعام حاضر، عنده خدامه، عنده كذبه بالليل والنهار يمين وشمال يبدأ يوزع فيه ويصور يقول ولا فائدة كلام كما ذا يسيء لنا. لكن لأنه أحنا أمنا على الوحي القرآني لابد أن نسوق بعض خصال هؤلاء. والسلام علينا بالتمام والكمال.